السلام عليكم. هذا الفيديو راح نعرف الفرق ما بين الـ RGB وكذلك الـ BGR بالإضافة إلى الـ Scaling والـ Aspect Ratios. احنا سابقا تكلمنا عن الـ RGB Image وكيفية تمثيلها بالـ RGB Color Space. طريقة التمثيل تكون كالتالي: بالـ RGB Color Space عندنا ثلاث قنوات: قناة اللون الأحمر، قناة اللون الأخضر، وقناة اللون الأزرق، أو مصفوفة اللون الأحمر، مصفوفة اللون الأخضر، مصفوفة اللون الأزرق. خلينا نفترض بالبداية إنه عندنا RGB image ونريد نستخرج هذا البيكسل باستخدام الـ RGB color space system. طبعاً لما نستخرج الـ component باستخدام طبعاً الـ indexing حسب ما ذكرنا بالفيديو السابق، راح يكون الـ order أو الترتيب مع الـ component كالتالي: بالبداية مركبة اللون الأحمر، الأخضر، الأزرق. بهذا الترتيب تكون مركبات الألوان الخاصة بهذا البيكسل حسب الـ RGB Color Space، لأنه حسب ما تلاحظ ترتيب المصفوفات بالـ RGB Color Space System تكون بالبداية مصفوفة اللون الأحمر أو قناة اللون الأحمر، بعد ذلك مصفوفة اللون الأخضر أو قناة اللون الأخضر، وفي النهاية مصفوفة اللون الأزرق أو بمعنى قناة اللون الأزرق. فيكون R بالبداية مركبة اللون الأحمر، بعد ذلك مركبة اللون الأخضر الجرين، بالأخير مركبة اللون الأزرق أو البلو. الآن راح نتكلم عن الـ BGR. في الـ BGR أولاً تكون قناة اللون الأزرق، بعد ذلك يكون قناة اللون الأخضر، وفي النهاية تكون قناة اللون الأحمر. هذا هو الترتيب في الـ BGR، ويكون عكس ترتيب القنوات بالـ RGB. فإذا استخرجنا محتويات بيكسل معين، فراح يكون الترتيب بالبداية مركبة اللون الأزرق، بعد ذلك مركبة اللون الأخضر، وفي النهاية تكون مركبة اللون الأحمر. خلينا نرجع لهذه الصورة مرة ثانية. الآن أيضا راح نستخرج مركبات بيكسل معين، لكن حسب ترتيب الـ BGR، بمعنى أنه الـ 3 Dimension Array أو المصفوفة ثلاثية الأبعاد تكون مرتبة بصيغة BGR: بالبداية مصفوفة اللون الأزرق، بعد ذلك مصفوفة اللون الأخضر، وفي النهاية مصفوفة اللون الأحمر. فإذا استخرجنا هذا البيكسل، محتويات هذا البيكسل او المركبات الخاصه بهذا البيكسل، بالبدايه مركبه اللون الازرق تظهر، بعد ذلك مركبه اللون الاخضر، وبالنهايه تظهر مركبه اللون الاحمر حسب الـ BGR. طبعا بالبدايه لازم نعرف ليش نستخدم الـ BGR بدل من الـ RGB، والسبب باستخدام الـ BGR هو لانه الـ OpenCV تخزن المصفوفات بشكل معكوس عكس نظام الـ RGB Color Space. بالبداية تذكر قناة اللون الأزرق، بعد ذلك الأخضر، وفي النهاية الأحمر. طبعاً السبب أنه مكتبة OpenCV تخزن هذه المصفوفة الخاصة بالصورة بهذا الترتيب BGR هو سبب تاريخي، وهذا الأمر عائد للمطورين لمكتبة OpenCV. الآن راح نتكلم عن السكيلينج أو الريسايزينج. نعني بالسكيلينج هو تغيير حجم الصورة، بمعنى أنه نغير الارتفاع والعرض الخاص بالصورة، بالإضافة إلى الأسبكت ريشيو واللي هي نسبة اتزان الأبعاد. مثل ما ذكرنا سابقا، الصورة هي عبارة عن مصفوفة ثلاثية الأبعاد تحوى على طول، عرض، بالإضافة إلى عمق، والعمق يا أما يكون 3 أو 1، واللي يمثل عدد القنوات للصورة. بينما الطول والعرض ممكن نغيرهم أو نسوي لهم ريسايز، نغير الحجم الخاص بهم. فالفكرة بالسكيلينج أو الريسايزنج هو تغيير الطول والعرض الخاص بالصورة. بينما لو نجي للأسبكت ريشيوز أو نسبة اتزان الأبعاد، هو كل صورة لها أسبكت ريشيو خاص بها. إذا تغير هذا الأسبكت ريشيو بشكل كبير، فراح يؤدي ذلك إلى تشوه الصورة. فالفكرة من الأسبكت ريشيوز هو الحفاظ على الصورة من التشوه. خلينا نفترض أن عندنا صورة وزودنا العرض الخاص بهذه الصورة بشكل كبير وثبتنا الارتفاع كما هو، فتلاحظ بأن الصورة راح تتشوه. ليش تشوه؟ لانه الاسبكت ريشيو تغيرت بشكل كبير عن الاسبكت ريشيو الاصليه الخاصه بالصوره. او اذا غيرنا الارتفاع الخاص بالصوره، بمعنى زودنا الارتفاع بشكل كبير او نقصناه بشكل كبير، بينما ثبتنا العرض الخاص بالصوره، ايضا راح تلاحظ ان الصوره مشوهه، والسبب هو لانه الاسبكت ريشيو تغيرت بشكل كبير عن الاسبكت ريشيو الاصليه للصوره. هسه راح نعرف شلون نحسب الاسبكت ريشيو للصوره. طبعا الاسبكت ريشيو، القانون الخاص بالاسبكت ريشيو، هو الويدث او العرض الخاص بالصوره مقسوم على الهايت او الارتفاع الخاص بالصوره. فلو كان عندنا مثلا هذه الصوره، هذا العرض
الخاص بالصورة، وهذا هو الارتفاع الخاص بالصورة. راح نقسم 312 على 234، الاسبكت ريشيو راح تطلع هي 1.33. بينما لو سوينا ريسايز لهذه الصورة فغيرنا العرض الخاص بهذه الصورة سويناه 236، بينما هو سابقا كان 312، وغيرنا الارتفاع الخاص بهذه الصورة سويناه 86، فالاسبكت ريشيو راح تكون هي 236 مقسوم على 86. فتلاحظ بانه الاسبكت ريشيو الجديدة هي 2.74، وهي تغيرت بشكل كبير عن الاسبكت ريشيو الخاص بالصورة الاصلية واللي هو 1.33، فتعرف بانه الصورة قد تشوهت بهذه الحالة. بينما لو غيرنا الحجم الخاص بهذه الصورة، مثلا سوينا العرض الخاص بالصورة هي 100، بينما الارتفاع الخاص بالصورة هو 118، فنجي نقسم 100 على 118، فالنتيجة او الاسبكت ريشيو راح تكون 0.84، بينما الاسبكت ريشيو الخاص بالصورة الاصلي هو 1.33. بما انه الاسبكت ريشيو تغير، فلاحظ بانه الصورة نوعا ما بيها تشوه. هسه نجي للسؤال الرئيسي، كيف نحافظ على الاسبكت ريشيو وكذلك بنفس الوقت نغير الطول والعرض الخاص بالصورة؟ الجواب يكون كالتالي، اذا غيرت العرض بمقدار معين فلازم تغير الارتفاع او الطول الخاص بالصورة بنفس المقدار، يعني اذا زودت العرض بمقدار معين لازم تزود الارتفاع بنفس المقدار، اذا قللت العرض بمقدار معين لازم تقلل الارتفاع الخاص بالصورة بنفس المقدار، فبالتالي راح تحافظ على الاسبكت ريشيو وتمنع تشوه الصورة. طبعا السكيلينج بالاضافة الى الاسبكت ريشيو هي امور مهمة جدا في الشبكات العصبية وخاصة شبكة CNN، لانه هذه الشبكة تتعامل ويا الصور. خلينا نفترض بانه عندنا شبكة CNN معينة، هاي الشبكة تتدرب على الصور، فكل شبكة CNN او كل الشبكات العصبية لما تستقبل صورة معينة او تتدرب على صورة لازم هذه الصورة حجمها ثابت، كل الصور يعني ضمن الداتا سيت تكون حجمها ثابت. على سبيل المثال دخلنا صورة معينة وهذه الصورة تكون 32 في 32، لازم الصورة اللي بعدها ايضا 32 في 32، يعني كل الصور ضمن الداتا سيت تكون 32 في 32، وهذا الامر يعتمد على تركيب CNN، يعني CNN تستقبل صور ضمن حجم معين ويكون هذا الحجم ثابت. اكثر الاحجام الخاص بالصور شيوعا ضمن CNN هي 32 في 32، 64 في 64، 224 في 224، 227 في 227، 256 في 256، 299 في 299. هاي اكثر الاحجام شيوعا نستخدمها لتدريب شبكة CNN. خلينا نفترض هسه بانه عندنا داتا سيت، هذه الداتا سيت تحوي على صور ذات احجام مختلفة، يعني كل صورة لها حجم معين، فكيف نسوي لها ريسايز بالاضافة الى انه نحافظ على الاسبكت ريشيو لاجل انه ندرب الشبكة العصبية عليها. طبعا لاجل ان ندرب شبكة CNN او اي شبكة عصبية على داتا سيت ذات صور باحجام مختلفة، فاكو طريقتين لاجل ان نتعامل مع هذه الاحجام المختلفة. الطريقة الاولى هي ان نقوم بعملية الريسايزنج او نقوم بتغيير حجم كل الصور بحيث نحولها الى الحجم اللي تستقبله شبكة CNN وهو حجم ثابت، وتكون هذه الطريقة نسوي بها ignoring للأسبكت ريشيو، ما راح نهتم بالأسبكت ريشيو، بمعنى أن الصور راح تدخل للشبكة العصبية أو شبكة CNN راح تكون نوعا ما مشوهة لأن ما تهتم بالأسبكت ريشيو. الطريقة الثانية وهي الطريقة الأفضل هي أنه نغير أو نسوي resizing للبعد الأقصر. شنو البعد الأقصر؟ احنا ذكرنا بأنه عندنا طول وعرض، يعني بعد خاص بالطول وبعد خاص بالعرض، يعني إذا كان العرض هو الأقصر أقصر من الطول فراح نغير الحجم الخاص بالعرض، بينما لو كان الطول أقصر من العرض فراح نغير الحجم الخاص بالطول. نفترض بأنه عندنا هذه الصورة وشبكة CNN تستقبل صورة ذات حجم 224 في 224، قلنا مثل ما ذكرنا يا أما مباشرة نحولها نسوي لها ريسايزنج للطول والعرض فصل 224 في 224، وراح نهمل الأسبكت ريشيو. الطريقة الثانية هي انه ندور على البعد الاقصر، البعد الاقصر اللي عندنا هنا هو الطول الخاص بالصورة واللي هو 234، نسوي له ريسايزنج فنحول الى 224. بعد ذلك راح نستقطع من العرض الخاص بالصورة.
على سبيل المثال الصورة عرضها 312 راح نستقطع منها بحيث يصير العرض الخاص بها هو 224. طبعا بهذه الطريقة الاسبكت ريشيو راح تتغير بمقدار قليل جدا، لانه احنا استقطعنا من العرض الخاص بالصورة ما غيرنا العرض، بينما الطول الخاص بالصورة واللي يكون اقصى من العرض غيرناه بمقدار قليل جدا. فنقسم العرض الاصلي لانه استقطعنا احنا من العرض اللي هو 312 على 224، راح تلاحظ بانه ما بي فرق كبير عن ال 312 مقسوم على 234، فالتشوه يكون قليل جدا. هسه ممكن تسال يا طريقه افضل، هل انه نهمل الاسبكت ريشيو ونغير الحجم الخاص بكل صور بحيث تتوافق ويا شبكه السي ان ان، او نسوي الطريقه الثانيه واللي هي انه نستقطع من البعد الاطول ونغير السايز الخاص بالبعد الاقل؟ الامر يعتمد على المهمه الخاصه بالسي ان ان، شبكه السي ان ان يعني الكلاسيفيكيشن تاسك مهمه التصنيف، على الداتا سيت كذلك. فبعض الاحيان تكون الطريقه الثانيه ما لها تاثير كبير، وبعض الاحيان تكون الطريقه الثانيه مهمه جدا وذات تاثير كبير، فحسب الامر المطلوب من شبكه السي ان ان. فاذا ما كنت تعرف هل تستخدم الطريقه الاولى او الطريقه الثانيه، فممكن بالبدايه تجرب الطريقه الاولى وتدرب شبكة السي ان ان عليها، بعد ذلك تجرب الطريقة الثانية، إذا كان اكو اختلاف أو اكو فائدة باستخدام الطريقة الثانية فممكن تستمر على الطريقة الثانية. شكرا للاستماع.